أجرى وزير النقل كامل الوزير جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات الجر الكهربائي التي تنفذها الوزارة للتوسع في إنشاء شبكة النقل الأخضر النظيف. حيث أوضح الوزير أن المونوريل يتم تنفيذه في مصر لأول مرة، وسيمثل نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل الجماعية.